Freddy! زيد زيد شوف علق عليا لهي تحت البولة ونبغي كل نهار تمسحها بزيف نقي عرفتي تميل بها بمليم نميل معك بمليمين ما تحسش توصلني على التصويره سي محمود شتي هادي هي اللي كتعطيني الامل انني شي نهار نقدر ننجح ونوصل للعالميه يلا خدمها ليا شوف خدم لي البيلانتيات ديالنا كونتر السبليون وبقى تعاود فيهم تعاود فيهم تعاود فيهم الجهد اللي سخفوا السبليون هاد البيلانتيات ولينا نشوفوهم اكثر من مالين الدار غاسكت شفتهم انا اكثر ما شفت شنو غندير في مستقبلي واسي محمود ندير شي حاجه اخرى صاحبي دير لنا الحيوانات اذا بغيتي يا وليدي تشوف الحيوانات سير عندي الغابه قول لي مصيفطني السبع وبقى تاكل وتشرب حتى تشبع تكلم لمن الحضور في الدار كيسينو فيك غير نتايا ليه الكوشي غادي يتزوج بعمتي البنت وحنا غنبقاو بلا ماكله ويه شنو هي ويه سمعتي الماكله قلتي ويه اباخ هذا والله لا كلتو الشنتيفه اش جاب الشنتيفه الهضره حنا راه معاود البيلانتيات قلنا زعما نعاودو الفرحه شكرا حيناها هادي وحنا كنتسناو فهاد العروسه تهبط واش غادي نباتو هنا واش شريف رويدا انت مهل تمهل شويه عليك يلا طلعتي دير الصنطه ورك على اللومبرياج مزيان وبدا تهز رجلك على اللومبرياج شويه ماشي تدخل تم غادي ندرم صبروا قليل ياك ما عرفت مالو شريف تكلم شويه شد جوج حجرات راهي الطاقه السلبيه اللي دايره بك هي اللي داير لك هذا الستريس هذا دير هاد جوج حجرات في يديك وغيجيب الله التيسير مفهوم الزمان عندك غيتبدل سير هادول دجاج ولا لحم صابلي ولا اللوز خمان عليا الطبيب فكر ما رداش لك وجهك نعم شريف هالي هذاك البيغ ترجعه لجيبك حتى انا تبعني فول ما فيا ما يتعطل كون مشيت يا رابع والله ياك الغزالي الفن ديال هاد الدرب دابا انا فرحانه باش نحضر لهاد المهزله هادي ياك راه علي اللي طلبني قال لي حضري الدرب صداق ديال عمتو لا 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 استولا ايه جاي لا جا نا محمد الله معز هل عروسه مرهونه يا مرهونه انا مرهونه يا مرهونه حجوب عليك زينة العرايس تبارك الله عليك لالا العاشق سيدنا محمد صلى الله عليه اتربح يا من صلى عليك رسول الله يلا تفضل زيد عمي قوشي زيد الله يكمل بالخير بارك الله ببنتي الله يحفظك ان شاء الله تجمعوا الله يحفظك الغزالة الفنة عمتي الباتون ان شاء الله تجمعوا في الخير يا وادعي معنا تبارك الله تبارك الله شوف نقول لك كغيط راه حنا مزروين عليك كثر من العرس وداكشي ديال المقدمه زوجتو كان في السيزو زوجتو كان ما عندك ما دير هادشي مزروين حيت حنا راه مزوجين في السنه كانوا حابسين على صحابنا انا راه قايل والله خاصنا الموافقه ديال ولي امر العروس ولي امر العروس الشريف هو خوها اللي هو الوالد ديالي اللي انا هو النائب ديالو ساعد الاناقه والصياغه داكشي ديال الخوات من الماك الغالين ولكن هذا ماشي موضوعنا حتى حاجه ما غتكتب في هذاك الدفتر تيجي الوالد ضروري واش حنا كل مره غنبقاو نتسناو في واحد السلام عليكم الله دوي معاك
إخوان مزيان ملي نتوما مجموعين فكرت واحد التفكيره مزيانه ربما تعجب كل شيء غادي ندير بنقص وغادي نبطل هاد الجويجه. رجعتي في كلامك تاني واللي اتفقنا عليه جديه فينا الصداق. اسمح لي يا شريف جمع هذاك الديفتار. علاش غيسدوا هاد الهضره اللي قال الوليد؟ معقوله عمتنا عندنا وحيده وينا وحده مال رخيصان؟ خاصك تمكن لها المسائل ديالها وتعطيها الامور ديالها كامله. راه واخا كتبان لك هي الموديل القديم شويه من برا ولكن من الداخل راه الشباب راه تيدردك بولدها. راه باقا كل دور يجي راه سنانه ومن الاخرين رامه والله ما عمرها بدلتهم. راه باقا سنان الحليب عمتي حلي فمك شي الانوكس. واخا سيدي شي باس ما كاين معدل نيت ما يقول قدام غسال. سيدي اش طلبتو في هذا الصداق؟ اللي بغا يدي اختي خصو يجيب لها جوج اللؤلؤات وجوج ديال اللويزات بالقله بالقله يكونوا كيديروا جوج منين لوحده. جوجي خويا راه عنده الحق. يلا مشيو عند مولدها يلا نوض نوض. انا راه باين ليا هادو اللي كتبتي لهم هنا النص فيهم كره في كوميسار كاع شي مشدود وشي فرده مكتوب لك حيدري. حيد نوضي زيدي تبعيني نوضي زيدي بقى هنا تنجي تشوف دولد الالفين. الله زين بقى لي شويه ونشد طريق المطار. باقا ما مشاتش حتى وصلت انا سير هادو ديال الغزال ديال الفنيه اللي واتاه البيض غير هو. هاد العائلة هادي باغا تاكلك في رزقك ونصابين وغادي يكملوا لك المسيرة ديالك. أنا قلت لك عرب جليلك. اش باقا كديرينا؟ أنا غادي دابا. يلا يلا توصلي. الله يكمل بالخير على أنتك الغزالة الحبيبة. غير سير سير سير. قهوتكم 19 مرة وأنا كنسخن عليكم قهرتوني. وماك تقلقتي راه باقي 20 21 لا عيشة بنت عبيد الله. اش هاد المجيء على غفلة وما قريت حسابك؟ سي محمود راه انت اللي اش كدير هنا؟ وقيلة ساعتك سالات. ساعتي سالات كارياليا باش كليت انت سيكليس عامليني كيف كان كيعاملني راجلك الله يرحمه. انا وياك كنا خوت كنتفرقوا بالبكاء. بعد المرات كيكون الماتش غادي وكنجري وراسي راس الكول والكول فينا هو مشى يتوضا وما كنبغيش نمارك ياك باكيا راجلك باش يضربها في 90 باش علاقتنا تكون في 90. انا راه ما عندي وقت ما نضيع وابقى في كلمتك وهاكسني لي هاد الكونترا ديال لاجيرونس. اش هاد الخرجه اللعيبه عويشه؟ ياك اتفقنا نهار الاول على اساس كل واحد يسير قهوه عام. ايوا عامك ساله عامي انا بدا في كاين المشكل. واخا ويلا تشهد خاطري في يوم من الايام وبغيت ناكلك كاع عندك شي شهود؟ اييه انا شاهد. شاهد ديال القبر سير دخل سوق راسك. حتى انا شاهد. اويلي هو ما يتصحابنيش السي حسن عام وحنا قاسم في نفس البلاصه. انا حاسب 11 شهر. ايوا قايلي ما حسبتيش الكونفينمون. خاصك تبدا تاكل الخيزو. ليش؟ ديال النظر. بكي يا حسن. جي جي. ديال جوج الشياع. هما بجوج لا جمعتيهم يلا يعطيوك الشاهد والدليل هو قهوه كيشربوها بجوج. وسيري بري لك على شاهد خر في هاد القايله وفي هاد الحرنه وشوفي هل يا ترى يعود تلقيه ولا ما تلقيهش. بابا انا غنشهد مع خالتي عيشه. ارضي على امك هكا تبغيك. اويلي ولدي. كبدي تشهد في باك. لا حاشا ولله بابا ما تاخذش الموضوع بحساسيه. دابا انت من نهار اللي صايبتي لي لاكارت ناسيونال عمرني ما جربتها وقلت نشهد فيك. سير بغيتي تجربها هاد الشيء الثلاجه ولا باكي الصابون كريدي الجد اللي ما تخلصهاش وتجيك الفرقه الوطنيه يلقطوك اللي تعرفها اكتيفي. خلينا دابا من الهضره وهاك سري لي كونطا. ما عنديش ستيلو. ها هو ستيلو سير. يا كفادي بغيتي تصبرني؟ لا بغيت نسوردك. فكهة غاملة عزف عن الضحك قاعات فارغة بإذن الله. لا راه كرهي ما فهمتش الفكهة ديالك. دابا هو قال لي تصدرني كنت انا نستوردك زعما تصدر وستيرات وش ما وراهاش. سوق لهنا وسكت شوية هكا سي محمد. مشيتي شحال قدك ما تمشي وشحال قدك ما تهرب وحق من داني لك يا تيجيبك ليا. الله يسهل عليك الله يسهل عليك ما تعاودش تعيط لي انا كاع. ربيع سعد ديال الفن ديال الغزال ديال الحميمق ديال هاد الدرب كامل. ياك تعطلتي على طيارتك ها اش باقا كديرين؟ انا تعطلت شويه غير بغيت نعرف واش العدول ما داير حتى شي حركات غير اراديه تلقائيه ما نايضه حتى شي مدابزه حتى شي حاجه ما كاينه الشعر ما كاين حتى الشعر. لا لا ما كاين والو الامور زعما مضبوطه الاجواء حميميه لداخل الحمد لله. علاش؟ والو واش ما كاينه حتى شي حاجه ما نايضاش ما كاينش مدابزه؟ لا لا راه ما علاش انت باغا تنوض انت طول من الشيطان رابا. سيري رابا تخدم سيري الله يسهل عليك سيري رابا الله يسهل عليك وحيدي منك هاد القاعده. لا ما يمكنش الطياره هي اللي شاداني انا دابا. واش انا كنت كنشوف جوج كندابزهم غير بعينيا ودابا ما مخليه ما دايره باش تنوض الواقع ما ناضت حتى شي حاجه. اوبا لا يمكن.
علاش جير مسيخيطة عليك؟ كنت كنقلب. الو، لقيت لك اختي البيجامه اللي كتقلبي عليها على طاي ديالك واللويان كيحمق، تجيك فنه فنه. ها اكس ال اكس اكس ال اختي، هذه اصلا ما كايناش في السوق. وسيري سيري نقصي شويه الماكله وديري شويه الرياضه باش يلاه تخفافي، راه قالك في الحركه بركه. نوضي يا باي باي. هنيه فاش الدروين اختي دايره لينا في الدار؟ قلت يا مالك اختي جابك الله، لقيتيني الله وطلعتني السلعه وخاصني اللي استف معايا. ايوا امتى ربي غيعفو لك من الدروينه اللي كل نهار معيشه انا فيه؟ مالي اختي كنشفر ولا ماده يديا ولا خارج الزنقه كندير شي حاجه عيب؟ انا جالسه في الدار كنبيع ونشري والتجاره راه حل لها ربي. ايوا اختي الله يعطينا غا زهرك، امي عسكريه معاك كلشي، كتجي حتى لعندك انت وكتهبط الكرادات. ايوا على ذكر امي فكرتيني، قالت لي كلام لا وجدي راسك حيت هي اللي غتبدا تجاري القهوه وبغاتك تخدمي عندها سربايه. الهلي يحيي الزمان تنخلي انا لوطيل 5 ايطوال ونجي نخدم في قهوه ديال الدرب. واش انتي تسطيتي ولا مالك؟ امي اللي كنتي نقصي في خراتي انا 5 ايطوال خدامه غير في اوتيل 4 نجوم. ايه 4 نجمات وانا هي الخامس وموتي بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ملكة شتك لابسه فين غادا؟ هي لابسه غادا الخدمه. حق امي فكرتيني، قلت الملكة اختي داكشي اللي وصيتيني عليه وقالت لك لا لا يحيك الزمان. ياك دابا انا عيشه بنت العسكري كلمتي ما بقاش غتمشي في هاد الدار. لا 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 امي راه فهمتني غلط اختي الحبيبه هنيه، فهمتيني غلط فهمتيني غلط. لا امي الحبيبه راه ماشي هادشي اللي بغيت نقول، بغيت نقول ليها لا لا يحيي الزمن تنطيح انا كلمه امي الحبيبه ديالي الكبيده ديالي عويشه بنت العسكري. ايوا كنبغيك الله يرضي عليك. امي قولي لي عمي محمود سنى لك الورقه. لا بنيتي ها هي باقي ما سيناش ليا، ولكن غادي يسيني غادي يسيني شحال قدو ما يهرب طوال الزمان ولا قصار ان شاء الله. سلام. سلام. صاوب ليا شي طاليان قاصحة سم وبلا سكر. عجبتيني فاش طلبتي قهوة بلا سكر، عرفتي كنعيا نقول لك ليا ما تبقاوش تاخذوا السكر وتقولي واحد فيهم كيبغي يسمع ليا هضرتي. يلا صاوب ليا شي قهوة كحلة وما تقوش عليا في الهضراء، يلا حطني الكار دايخ عليا الراس. ما كرهتك اختي ولكن في الصباح انا راه ما خدامتش. ما خداميش كتقراو؟ ما يمكنش تروح الدعابة اللي عندك. ممكن نقيد نديرو شي سكيتش؟ لا بلاتي اسمح لي نقدمك راسي، أنا فادي. أنا هو البارمان ديال هاد القهوة وكندير شوية ديال السكيتشات، والحلم ديالي ندير البارمان شو. وقال لي ما فهمتيش الفكاهة ديالي، دابا بارمان شو بحال وان مان شو، جو دمو. ما فهمتيهاش. أنا ليلى، أختي عيشة مولات القهوة. دابا غتصاوب ليا قهوة ولا غنشربك قهوة؟ اسمحي لي راه ماشي ما بغيتش نصايبها لك، ولكن هاد الصباح راه كاين مشكل كبير ما بين السيد محمود والسيدة عائشة، شكون غيجرى فيهم القهوة؟ داكشي علاش قالوا لي حبس الخدمة تيتحل المشكل. دابا أنا غنتسنى حتى تحل المشكل عاد نشرب قهوة عاد يتحلوا عينيا. حيد 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 من تما. تسخر. اش كديري؟ امشي على البريسة. خصني ثلاثة غادي تحلوا لي العينين. ثلاثة بزاف، راه القهوة فيها واحد المادة سميتها الكافيين، إلا كثر من الإنسان كتضر في الأعصاب. ما كاين اللي غيدير فيا الأعصاب قدك أنت وقد هذيك الفكاهة الحامضة ديالك. الله يجيب لي فهم. تبارك الله وصلى على النبي، تبارك الله، الله يكمل كل شيء بخير. شكون العروسة تبارك الله طيح عليها السر. ربي يخليك، راه عويناتك اللي مسرارين. يا كلام. مزيان قلت الحياة هاد، زدي هشام؟ ما كنعرفش عليك أنا هاد الشيء، وشوية ديال الاحترام، راه الكوشي هذا، ودي اللي كدوي معاه ترى مرت الراجل. وزعما حنا ما بيناتناش. لا بيناتنا قالك ما بيناتناش، جينا نتقدو عطيني تقديتنا خلينا نمشي. وهو جوج حجرات ما كاينينش، ولكن غنعطيكم القيمة ديالهم خويت مات، سنيسلات، سريتلات، شي سلعة ديال الفن. يلا عار نشوف. ها لا لا لا. يلا، إوا أنت عزلي وتخيري. راه هاد الشيء اللي خارج طوندونس. لا لا هادشي بلدي بزاف. أه. دني هادي. هادي. أه. أييه. ها هي
واحد الحاجه هادي صراحه زوينه غير هي ديال البنات الصغار. انا عطيتك هادو زعما على قدك. كتحشي ليا الهضره زعما انا شارفه. تمستي ما تقولوش بغيت تكمل عندك داكشي داير فيا محمود غزيتو ليا الطاقه. فين فلبتي لا تلفون كيقصد شي هزي جان راه ولدنا هذا. لا لا شوف انت تبارك الله راك باقا الزين وباقا الطول راك الكبود والتيارك العمر تيارك باقا شبابيه تيارك وزاره الشباب. عزي وتخيري امري خلينا نمشيو نفكوا هاد الكاغيط. شي على هاد الكلام اللي قال السي الكوشي تستاهليها لالا هاري ديك ليديا تقيسي واش رايتي ولا ما رايتيش واش قدامي كتقول لي راه يديك شد الخاتم شوف ليها فيديو وقيس عليك انا كيفاش غندير هادشي كيفاش غندير لهادشي السي الكوشي زعما البات ولا بحال خاتي شد ليها فيديو سيدي تخلى من دراسك تخلى من جنابك قالك خاتك هشام شتك وليتي داصر ها ما بقيتيش كتحشم يلا نمشيو نقلبوا على حانوت اخر عطا الله الذهبيه تحبك انت اللي كاين في الزنقه مزيان السي الكوشي سير الله عن عمك هيشو راجلي العزيز الحبيب تقلبي كامل انتي مزيان انا توحشت انا توحشتك سبحان الله هذا الخير هذا كله اللي قدامك ما كتبت حتى شي وحده اخرى مكتب لي انا نشوف هذا كيحمق وادي هو صراحه حبيبه ديالي ما يغلاش عليك ولكن عاد خديتي واحد البارح ياك هيشو ياك وليتي كتحاسب معايا صافي ما خصنيش لا 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 كبيده الصباع اللي تحاسبوا معاك انا بغيتكم تقطعوا من الجدر هانا نشوف كيحمق والله ما تلبسوا شي وحده من غيرك كي جاني تشوف اي صاري هي لابسها في ديك الحبه ديالي سالي خليك ليلى حبيبة قلبي سالي زيوني غزالي مرحبا بك مرحبا بك اختي واخا جيتي في وقت ماشي هو هذاك انا ما عزلتش عليا المفاجآت انا مرأة عزيز عليا الانضباط يا هاني شي مشكل شكون طيب هاد الطاجين انا عجبك لا المرة الجاية ما تبقايش تخضر ليا البطاطا ما كتعجبنيش بزاف المرة الجاية مالك خالتي ناوية تطولي معانا بالعكس مرحبا بك واخا تجلسي حتى السيمانة راه كاع ماشي مشكل لا غنجلس كثار من السيمانة انا خرجت مع هاد الجروب ديال العاونية ما تبقيتش معاهم ناوية ان شاء الله ندير شي جروب ديالي بوحدي هي جماعة تحت منك شي فليسات لا والو تقول كاع داكشي اللي كان عندي تارونجيت بيه مع مرتك وامانجي علاه مالك ياك لاباس لا والو باس والو باس غداك الكوامان جي طلع ليا الدم هزيت الطاريجة وانا نعشق ليه الراس يا ويلي يا خالتي ضربتي بالطاريجة هرستيها واش عرفتي الطعار شحال ساوين في السوق راه 25 درهم الوحدة بالجملة وموحاش تلقيهم ياك ما قتلتي لا 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 محال لا 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 ما ماتش ما ماتش ما ماتش غير هو خفت لي يمشي يموت ولا يديروا لي سكانير لقاو عنده شي حاجة صايبة نمشي فيها فهمتي داكشي الا جيت عندك ولكن وحال واش وقع شي حاجه هو مسكين اش دار لك علاش ضربتيه بالطريجه سولني فين غادة انت فين كنتي غادة خالتي ما كنحماش اللي يسولني فين غادة والمره الجايه ما تبقايش تنصبي بالبطاطا زيد يلا زيد يلا نتمنى والله خير زيد يلا محمود محمود وين محمود حيت تخندوز نوشي العدو اللي يرقد واش حنا جينا هنا كنت تاشينا باش يضرب لنا تحالف البيضو رحنا حاسنا بالله اللي مطالع بها من قيصريه لقيصريه فيق لقى السيد يزرب عليك انا والسيد واش غنبدا نتلاجا انا وياك هنا جوج هضرت راه كملت مليك سكت خلي الراجل الناس الا راه هاد النعسه اللي نعسات العادل راه ما عاجبانيش حتى كيكون ميت عفا الله ولا فالك مسخوطه شتي انا خويا مكتوب عليا العزوبيه ما تكونيش زربوبيه صبري على رزقك واخا يكون غادي خطبك مرابط راه القويشي افشل مدافع في كره القدم اللي خطبني حسن من امرابط والتسبابي تبقى يتقاس هنا كان شعري حتى لهنا كنت هو كندير على مزيناتي اي نبقى قاسة قدامك هنا يا ربي لك في كل احترف تاع ولادك اسيدي هذا البوشي عاجبني فاشيل مخيب ما خدامش ما عندوش عاجبني بغيتو راه بغيت لك غير الكبراني ما تكبر بيا ما تكبر بكش انا نبقى قاعده قدامك بحال الحجره تاع المحافظه جيتي دهب عاودني لك على نهارنا احنا اليوم اللي ندورو ها انت سيدي راه الباتول عندي غالية وهادشي راه غالي تا هو غالي هانا سيدي حسن جدا والدهاز هانا اين دواز هذا تاني على هاد السيدة خاطرة مع عند الهنود ولا كوغطوها لك في الوراق ديال الشجر ما غادا تلبس بيجامة باش ترقد ما غادا تلبس بيجامة باش تفطر اسمعني يلا راضي عليك زعما راك ولد الكبرانية وجيتي للدار الكبيرة وهادشي ما قلتيش لي نهار الاول ها انت سمعتي نوض نوض على الكوشي المي موفق نوض يلا نشوفوا البيجامة تاني نوض نشوفهم ولاد نوض نوض زيد
وزواج هذا صافي اتفقتوا هي غير توكل على الله توكل على الله وغتزيدك واحد القيلوله اخرى لحيت العريس باقي ما استوفاش الشروط المفروض عليه وين سي بن حريف مضره فرحني نجحتي سقطتي وعلاش اخويا كنعير راجع معاك انا النهار كامل وانا معاك وشنو اخويا اللي جاك صعيب ها حطوا لك بلاكه فيها بقره واش قلتي لهم انتباه البطوار التفكير ديال البقري هذا شنو دابا هذه الهضره هذه وانت قزاره صاحبي تخسر لنا الخدمه ديالنا حنا ديال 3 شهور ودابا الا حطوا لك بلاكه فيها الدجاج اش غتقول لهم انتباه الدغميره الله يرحم لك الوالدين السي الطريق الله يجازيك بخير وانا علي سعد زمرد الغزاله الفنيونه شربوبه ديال المغرب بوسي عمو بلا ما تحتار عمو سعد راني غير قدك في الطول شوف الزعمه شنو كتقصدي زعما بغيت نقصد لك انت غير قصير القامه شيئا ما هذيك شيئا ما راه هي السبابي في عذاب كاع لي كونكور اخويا دوز السم ديال البوليس ديال الشرطه ديال البومبيه ديال الجندار ما كيقبلونيش على قبل هذاك السنتيم اللي ناقص في الطول بحال قلتي على شيئا ما ولكن دابا الحمد لله يوميا الحليب وكونفليكس الحليب وكونفليكس يكمل هذاك السنتيم ان شاء الله غنعاود ندوز الكونكور حاول اخويا سعد ما تيأش انت بلاصتك مع المخزن كي داير الدعوه هنا مزيان ماشي خير اخويا الله عيط لي واحد السيد نجح اليوم الحمد لله وحنا كنسلكوا فهمتي تنسلكوا مما تلقى شي بلاصه مع الدوله حيت انا ديال المخزن انا تخلقت باش نخدم مع المخزن راه تتشوف في هنا شرطي يا صاحبي ما يسهل عليك اخويا سعد امين اخويا قول لي الوالد سينا لا جيرونس لخالتي عائشه لا وبيني وبينك دا دابا عائشه ديال لا جيرون صاحبي لا جيرون راه تبغي بنادم يكون متفتح وتيعرف يهضر وحلاوه اللسان واجتماعي عائشه خضره ومزلقه وفزعيه ما تتعرفش تهضر لا ما تقولش عليها هكاك اخويا سعد انا اللي واخد بنته وكنعرف اش كتسوى والله عمرها داريه ويلي وظريفه شوف شحال كتموت عليا الدموع يدوزوا لك من عينك عائشه شوف فاش كندخل الدار كتسمع عالي صوتها ما كنسمعوش فاش كندخل الدار ولكن انا ضابط اموري حتى انا مغيزهم الصوت ما كنسمعوش فاش نعم وهانت ياك جيتي على غفله ياك حتى شوف شحال كتحترمني بارك من الهضره اش كتقول سير دخل لي الدريه كره سخفانه بالجوع من المدرسه ياك حبيبه والله العظيم الا مضياني في الطول وكانت عندي انا الطوله كراني مع دوك البوليس اللي تيهبطوا بالقناه من الشراج ما فهمتينيش اخويا سير إن شاء الله بابا يلا هيي فين أباك؟ أبا مسافر فين مشى؟ مشى لقطر يتفرج في المونديال ياك ما قالوا كانوا طيح على راسي ياك المونديال سالا شحال هذا؟ لا راه سالا ولكن باقيين كيديروا لنا الإعادة في القهاوي ديال قطر حيت ولفونا ما سخاوش بينا أسبوع هلا وارد أسبوع ورجال ديروا فيني هانتي خذي لك هذه خالتي الباتول تجيك فن هذا اللون كيحمق لا ما كيعجبنيش هذاك اللون عطيني هذاك الكاكي عطيني مال عمر بالروح كاينش من كوكي ولا كاكي ولا طباسي وشحال خاتي الريحه تيزيست بيجامات ولا سبعه يلا نوريهم خوك ولا حد سيدي ربي يحب فينا وغادي يدير لنا التغيير ولا ما عجبوكش زاد كستا ردي مراه هنيه تبدلوا مليك بشويه عمي الكوشي راه ستريس ما مزيانش لخالتي الباتول مسكينه وهي عروسه وانا السلعه مشات حتى خرجات من هنا راه ما كترجعش انا راه ماشي بحال الاخرين انا راه ما كنديرش هادشي كتقولي فوجي الكوشي وانت عارفه الكوشي كان كويري كبير كانوا لي كرو ماكازا كيتسناو عائم تيتشهاو المسانه شطيطهم وجيت عندك على ود الجوره والدم وجيت لدارك ودخلتها لبيتك هتقولي لي ما كنديرش هادشي يا والله ما قالوا قوشي حتى قوشي ياك عليا ياك مزغوبت الايام ها هادو فعاي قوي هاني يا تولاني هاني ويلينا على الشيطان خالتي ليلى وردي مخك لبلاصتو انا راه سير نبيعو نشري مع خالتي تبيعو كشريو هو صافي حسبوني بحال ما دخلتش نمشي نشم الهوا شي شويه ولا المسامحه الله يسامح خذي هاد الشراوط خلينا نكملوا العرس بخير ولا خير شوفي لي شي كاكي اخر سيري حيدي عليا تاتي ما بقاش عندي انا الكاكي نوضي هزي اللي بغيتي وسيري ما تخوتيش عليا عني انا راه عروسه اللي بان بليش خرده في دارو كيجيبها لي جيبها لي بندير تجيب لي دربوك الله عندما تقول راه شوف هاد البندير غزال البيع تلقي قالك اللي بيعادرة ديال مولات واش انت حمقى ولا مالك رجع البندير فين كان رجع البندير فين كان والله
الله كل ما حشمت وضرب لك الطر. سامح 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 لي جمس. شكرا. خاف ما يحشم. لا نطبل شحال هذا ما طبل شحال هذا ما نشط نشطي. زوين. ايه 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 شي مالك طرب شويه بصدعانه تشوي بينا في الدرب. خليني يا اختي هادو ما يلقش معاهم الادب. فين هو باك؟ با مشى للعمرة لبيك اللهم لبيك. واش غادي يدوي ولا غادي نعطيها هاد البندير تخرج ولك تبعك المطارجة؟ انا مزاوك فيك انا مزاوك فيك الا هاد البندير هذا راه مولاتو جلاخه وغادي تقول لي غرمو ليا ولا دخلت عند با الدار وقلت لي عطيني الفلوس غادي يغوت عليا راه طالع عليه الدم على وديتاش نقوشي غيتزوج بالباتول انت عارفه هو ما كيحملش الكوشي. وهكا نفخي شتي انت راه ذكي والله الا ذكي. الله يحفظك. الباتول غيتزوج اليوم. شكون اللي قالها لي؟ انت. انا قلت شي حاجه؟ ايه والله يمسخني. امين شدي. ايوا انت كتعرف تضرب البندير؟ راه هو الموهبه ديالي من بعد كره القدم. لا كره خليها في الثقه. شد البندير طب خلينا نمشيو نديرو اليوم الفعل. والهديه يا لالا هديه لك جايه هديه لك جايه فادي ارى لقي داك ستيلو. هاك ستيلو سي محمود خلينا غير الامضاء ديالك. إيه خليني بغيت نعاود نفكر من جديد. واسي محمود علاش كتعطل في هادشي دخلنا عليك عاب الله وسيني سيني اخويا وخلينا ودعي بالرفا والبنين ودعي لنا بالبركه والله يستر امورنا وتكون عتبه بركه مسعوده. واه راه عارفين الدعوه ديال غير الروبوطو غادي يرجعوا. واه دير معنا تا هو ديال الخير خليني انا الباتول ندخلوا القفص الذهبي وندخلوا الحياه الزوجيه. لا اويلي على لا مسخي وراه كبيره واش غتسيني ولا ما غتسينيش واش انا غنبقى قاعده معاك هنا مقابلاك ومقابله حتى رجع ولادك ياك. ايه سيني خلاص ياك سيني هكا. سلام مبروك عليكم دابا راكم وليتوا الزوج والزوجه على سنه الله ورسوله. وسيدي الله يجازيك بخير. ايوا يا هو العود ال 20 عام هو تحقق. ايوا نوضي جمع لي راسك ويلاه معايا للدار. شنو هو؟ شد البسالة هادي، شد سارة، شد قلت الحياة، أنت تبغي دابا شي حد يقول لختك بحال هكا، الله يقلل حياك. واش تخرجتي ولا تسطيتي ولا مالكاش واقع لك؟ واش فايتة مجوجة ما فايتة مجوجة؟ وأنت دابا راكي مرتي على سنة الله ورسوله، مرتي مرتي، أنا مزوق فيك إلا ما عاودش شرح لها من الأول ثاني. هاكا لاكارت ديالك؟ الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. شي انا مولفه دار خويا وخويا ولاد خويا فهمتي وزيدوا اتفقنا حتى ندير الفينيسيون الدار يلا صافي. مبارك عليك يا الباتول. ربي يخليك عنيتي ضربيني بجلايلك ضربيني بجلايلك. انا سي محمود ها شحال قدك ما تهرب مني وهاك وقع لي الكونترا ديال لاجيرونس شد لا على سمي الله. واش انا سينيت مصيبه وما سينيش الثانيه؟ سعدي يا لالا فرح يا لالا جوج تمنيتي وحيد تلوم عليا سعدي يا لالا فرح يا لالا جوج تمنيتي وحيد تلوم عليا سعدي يا لالا فرح يا لالا جوج تمنيتي وحيد تلوم عليا كفى كفى يا عباد الله. واش في نهار واحد كوشي داني اختي وبنت عبيد الله دات لي قهوتي. سجل يا تاريخ. خلاص خليها هادشي بزاف. دابا دخلنا عليك بالله دوري معايا عويناتك في الدار في الدار وقولي في الدار. Veuillez préciser votre choix. مرة جاية ما تبقاش طيب لي بطاطا. صافي ما بقاش طيب لي بطاطا. الحجر ديالك ديال الراديو. هادي اللي اختاريتي زوينه هي ديال سير سير بسالة كبيرة. سير يا نريخ.